رقية المريض والمسحور عن طريق الهاتف أو عن طريق القنوات الفضائية، هل هذا أمر مشروع وهل هو مؤثر؟ لا مشروع ولا مؤثر، هذا لعب. الرقية لا بد أن تكون مباشرة على المصاب، مباشرة يقرأ وينفث عليه مباشرة. أما الرقية في الهواء يرقي واحدا في المشرق بواسطة الهاتف أو بواسطة الوسائط هذه، هذا كله من البهرج والكذب. نعم.